وقف يتكلم ويوعظ، وهو واقف وبيتكلم دخل شخص داخل الكنيسة وهو بيتطوح حبة يمين وحبة شمال، وكان داخل الكنيسة وهو سكران، ودخل الكنيسة وقعد، راح سايب المكان الأخير وراح جاي قاعد في أول دك، والأسيس واقف بيتكلم ما عجبش الرجل السكران كلمة أبونا، فقام زعق لأبونا وصوته عالي، حبة بحبة أبونا مرضتش يتكلم معاه، الناس قعدت تسكت فيه، لكن هو زاد واتطورت الأمور إنه قام ومسك أبونا وراح مدد إيده عليه وراح ضربه، ناس اتلمت، ناس اللي بره جات خدت الراجل نده بتاع الأمن جه خده وراح موديه القسم. أول ما دخل القسم شموا الريحة، دخلوه قفلوا عليه جوه السجن، وفضل طول الليلة بتاعته نايم في قلب السجن. لكن الأب الكاهن كان طول الليل قاعد بيصلي من أجله. قام تاني يوم الصبح بدري راح لقلب القسم، أما الرجل اللي مسؤول هناك قال له أنت جاي تخرجه؟ قال له أيوة. قال له إزاي؟ ده ضربك، يعني القانون لازم ياخد مجراه ولازم حتى على الأقل نعمل له محضر سكر وفي كفالة لازم إيه تدفع. قال له أنا مستعد أدفع الكفالة بتاعته بس يخرج. دفع الكفالة بتاعته، دخلوا نده للراجل من قلب السجن، قال له تعالى كلم الضابط، أم قال له خد بعضك وروح، كان فاق من السكر بتاعه، قال له طيب أروح يعني أروح؟ قال له أيوة روح. قال له بس أنا متعود إن كل مرة لما بسجن وأنا سجران بدفع إيه كفالة. قال له لأ المرة دي مش هتدفع. قال له ليه؟ قال له لأن اللي ضربته امبارح هو اللي دفع لك الكفالة، فأنت براءة، خد بعضك وروح. الراجل وقف كده ساكت، أم جه لأبونا وقال له أنت دفعت لي الكفالة؟ قال له أيوة يا ابني أنا دفعتها لك، أصلا أنا ما أقدرش أسيبك جوه السجن محبوس، أنا لازم أدفع بدالك الإيه الكفالة. بالضبط كده دي قصة كل واحد فينا، أنت المفروض كان مكانك جوه السجن، كان المفروض مكانك جوه السجن يعني كان مكانك المفروض تكون للموت، لكن هو دفع الكفالة بدالك، قال لك تعالى يا ابني أنت محرر، تعالى يا ابني أنت مالكش أي أمور عليك، أنا خدت اللي ليك علشان أديك اللي إيه اللي ليا. لو جالك إبليس في يوم من الأيام بضغوط عليك وقال لك كده أنت مش نافع، أنت مش هتقدر، أنت مش هتقوم لك قيامة، قل له من فضلك من فضلك ابعد بعيد، أجحدك يا إبليس، أنت مالكش مكان عندي، ده هو دفع الكفالة بدالي. مهما يقول لك إبليس اوعى تصدقه، في حد خد اللي ليك واداك اللي إيه اللي ليه، يسوع خد اللي ليك، صدق الحقيقة دي. فلو جه إبليس يهبطك قل له مالكش مكان إيه عندي.